إله ولا ما إله؟ حرام، سامي طيب كتير، ما عمل لي شي. خليه يتعذب. ماما سامي، ليش ما رحت على الشغل؟ تأخرت يا أمي وما بدي روح. وليش تأخرت بقى؟ وليش ما بدك تروح؟ خلص يا أمي ما بدي روح. شوفي حبيبي، احكي لي، صاير معك شي؟ في شي لا سمح الله؟ لك احكي شوفي. أمي، صاير شي بين تيمو وسوسان. شي مثل شو؟ يعني هنا نضلوا أكثر من سنتين مخطوبين، وكان كاتب كتابه عليها. يعني شو؟ يعني قرب عليها شي، لمسا. استغفر الله العظيم، شو أنت جنيت؟ أنا ما قلت لك شو عملت بحالة عند الدكتورة؟ والدكتورة أكدت هالشي، بس غير هيك ما صار، ما صار أبداً، قسما بالله ما صار. بعدين أخوك كيف بده يقرب عليها؟ لك ما بيحبها، ما بيحبها، وانت بتعرف انه ما بيحبها. بس هي عم تقول غير هيك. ليش شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ عم بتقول يعني انه ولك احكي شو عم تقول؟ يا امي، سوسن رح تصير مرتي. بتعرف شو يعني مرتي؟ واذا كان تيم عامل معها شيء فوقتها ما بيكون حرقها لإلها، بيكون حرقني انا كمان. أنا لازم أفهم كل شيء، كل شيء. ولك هي كذابة، كذابة وستين كذابة، أنا بفرجيها. إن شاء الله تكون كذابة. أنت شو عاملة وليه؟ خير، شوفي اليوم كمان. قيمي هالسم من إيدك وقولي لي، أنت شو قايلة لسامي؟ قال لك ما في شيء. قلت له الحقيقة وبعتقد انه من حقه انه يعرف. لك كذابة! عم تضربي؟ ايه اضربي. اضربي كمان! ليش ضل حدا ما ضربني بهذا البيت؟ لمعلوماتك انا بطلت حس من زمان، من لما اكلت اول كف. بس الاهم من كل هاد انه انا ماني كذابة. لك شوفي شو صاير. ما في شي امي، ما في شي، عم انهان، والبركه كلها فيكي. انت رحتي بعتي بيت ابي وجبتيني لهون لحتى انزل وانهان وانضرب. ولك وبدي كسر راسك اذا بشوفك عم تهدي هالبيت، فهماني؟ وصلت فيك المواصيل انك تعلي الاخ باخوه. ولك شو هالحقد يلي جواتك؟ قولي لي شو هالحقد؟ بعدين شو عمل لك سامي؟ احكي لي شو عمل لك؟ لك اللي عمل لك يا ما في رجال بالدنيا بيعملوا، وانت لساتك عم ترفسي وتجرحي ونحن قاعدين وساكتين، بس انه توصل فيك المواصيل تخلي الاخ يغار من اخوه؟ لك لا والف لا، قسما عظما برميكي بارضك، فهماني؟ بقلت لك بارضك وبحسب الله ما خلقك. لا تجربيني يا بنت اختي، لا تجربيني. خلاص اختي خلاص، الظاهر انه قعدتنا هون صارت تقيلة عليكم كتير، صار لازم نلاقي محل تاني. امشي امي، امشي قدامي، امشي. عم قلك اهدي اهدي. كذابة، كذابة وستين كذابة. تعي معي، اتركني امي، اتركني. العمى شلون فشرت، لك لك انا وقفت ضد ابني مشانها، ضربت تيم مشانها. ابني هذا، ابني يخرب بيته الفجرة. جبتيني لهون مشان انهان وانزل وانضرب لكان، لانه ما كفاكم يلي عملوا فيني تيم. اصلا نحن شو جابنا لهون؟ عن جد ما بعرف.
انت شو عامله لخالتك؟ شو ما اكون عاملت لامي، شو ما اكون عاملت لها ما بيحق لها تضربني، ولا بيحق لها ابن مرعي يمد ايده علي. قاعده بهالبيت انا مالي. الله يرحمك يا ابي، قديش زليت من بعدك. يا انت شو عم تعملين؟ يلي كان لازم اعمله من زمان. اختي الله يرضى عليكي، نحن صار لازم نمشي من هون. تعال بدي احكي معك كلمتين. انتوا ما قصرتوا معنا بشي الله بيعلم، بس نحن صار لازم نمشي. لك اختي خلص عم قلك، تعي بدنا نحكي كلمتين. توسان قايلت له الاسامي انه تيما مقرب عليها وصاير بيناتهم شي. شو؟ شو شو؟ هي قالت هذا الحكي؟ طب ليش؟ الظاهر انه ما قدرت تدمره لتيم، فقررت تدمر بداله سامي. هو صدقها؟ يا وفاء، يا وفاء افهميني، بنتك سوسان عم تحاول تزرع الشك بقلبه لسامي، وهذا الشيء ما بصير. هذا الشيء خطير كتير، لأنه من وقت ما طلبها وهي عم تحاول تدفشه ليعلق مع أخوه. لا الظاهر بنتي صار بدها تربايه من أول وجديد. استني أختي استني، مو هيك بتنحل القصص. لك يا سواد وشي بتكون، يا سواد وشي بتكون. أنا اهدي وفاء، اهدي وروي. الله يرضى عليك يا روي، خلينا نعرف كيف بدنا نحل هالمشكلة. أنا بحكي مع سامي وفهمه. الله وكيلك هذا الحكي ما صار ابنه، مستحيل يكون صاير لك اختي، مستحيل. والله أنا بعرف إنه مو صاير، بس هلأ سامي ما رح يصدقك، وكمان ما رح يصدقني. سوسن هي الوحيدة اللي ممكن تحكي له الحقيقة. مثلي مثل اي ام بالدنيا، فرحانه بعرس بنتها الوحيده. كان المفروض زلغت وارقص وغني، بس فجأة بنتي انحرق وجوزي مات، خسرت كل شي بملكه، حتى بيتي وذكرياتي راحوا. الوقت عم يتوجع وساكتة، عم اقول الحمد لله الحمد لله يا ربي على كل شيء، بس الظاهر انه الوجع ما راح يوقف هون. ما عم بقدر يا امي، ما عم بقدر. كل ما بقول بدي انسى بتذكر كيف وجعني، كل ما بقول بدي اعيش بتذكر كيف قتلني وظلمني. لك يا أمي، هني شو ذنبهن؟ ذنبهن إنه ابنهن، ابنهن إلهن، وإنتي جبتيني لهون على بيته، على غرفته اللي كان ينام فيها، هنيك في الكنباية اللي كان يقعد عليها، وعلام صورته على الحيطان خبوها مشان ما أشوفها، بس أنا لساتني عم شوفها. أنا شو ذنبي؟ قديش انحرق قلبك على أبوك الله يرحمه؟ بدك ينحرق قلبك أنا كمان؟ بعيد الشر عن قلبك، بعيد الشر عن قلبك أمي. أنا مالي غيرك، وين بدك تروحي وتتركيني؟ لمين بدك تتركيني؟ كسرتني موتة أبي كثير،
الله لو يرجع الزمن لورا شوي بس، بس لحتى شمه وضمه واجمع منه. هو ما كان عزيز، كان مظلوم، وأنا كمان مظلومة. وأنا أنا مو مظلومة؟ سامحيني يا أمي، سامحيني، والله موجوعة، والله والله موجوعة، مشان الله سامحيني. أمي كوني مظلومة وبحياتك ما تكوني ظالمه.